سؤال، ما معنى تجديد الطبيعة البشرية؟ وهل تجددت الفداء وعادت إلى عدم الفساد؟ كيف ونحن ما زلنا نخطئ إلى الآن؟ هو طبعا الطبيعة البشرية تجددت لأن الطبيعة القديمة اللي كانت بتقع في عبادة الأصنام، عبادة الأصنام وفي تعدد الآلهة، زالت هذه الأمور وأصبحت تؤمن بربنا. كمان أصبح ممكن أن الإنسان يعمل الخير بمعونة الروح القدس الساكن فيه وعمل النعمة اللي عملها معه. أما إن كنا ما زلنا نخطئ فلأننا لا نشترك مع الروح القدس العمل. يعني ربنا جدد طبيعتنا وخلى الروح القدس فينا وبيساعدنا بالنعمة، لكن احنا لازم ايضا نشترك مع الروح القدس. بيقول برضو اذا كانت الوسيلة الوحيدة لغفران الخطايا هي الصلب، فلماذا نصلي دائما اغفر لنا؟ اغفر لنا يعني اجعلنا مستحقين لفاعلية الصليب من اجل